أأمنتم من في السماء؟ قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. طبعا الكلام ده غلط وملوش اي اساس من الصحة. ما ينفعش ان انا اقول الله سبحانه وتعالى في السماء. ليه بقى ما ينفعش؟ هقول لك ليه. انت دلوقتي لما تقول محمد قاعد في الاوضة، معنى كده مين فينا اكبر، انا ولا الاوضة؟ اكيد الاوضة عشان تقدر تاخدني. فلما اقول ان الله في السماء يبقى معنى كده ان انا بقول ان السماء اكبر من ربنا عشان كده تقدر تاخده. معنى كده ان انا شبهت ربنا بالمخلوقين اللي هو انا وانت، اللي احنا ايه بيحوينا مكان. اذا فالله يحوي مكان كما يحوينا مكان. السلام عليكم. في الحقيقة يا فضيلة الشيخ، انت من وقعت في التشبيه وشبهت الله عز وجل بخلقه لما قلت أن وجود الله في السماء يشبه وجود محمد في الغرفة، وقست الله جل وعلا على خلقه. فأنت لما قست مررت بمراحل ثلاث: أولا قلت أن الله جل وعلا يشبه محمد، ثانيا قلت أن معنى وجود محمد في الغرفة أن الغرفة أكبر منه وأنها تحيط به، ثم خلصت من هذا التشبيه إلى نتيجة أن وجود الله في السماء معناه أن السماء تحيط به وأنها أكبر منه. فلماذا تشبه وجود الله في السماء بوجود محمد في الغرفة والله عز وجل ليس كمثله شيء؟ وما المانع من أن تقول أن الله في السماء؟ فإذا قلت لك كيف تقول الكيف مجهول، هذا شيء لم أطلع عليه ولم أره ولم يخبرنا الله عز وجل به، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، فلا تكيف شيئا لم تره. لا ملوش مكان، ربنا في كل مكان، ربنا هو اللي خلق المكان قبل المكان كمان وهو الآن على. إذن فأنت تقول أن الله عز وجل في كل مكان، إذن فالله بداخلك وبداخلي، فأنا بداخلي مكان وكذلك بداخلك مكان. فإذا جاءك رجل وقال لك أن الله حل في، فلا تستطيع أن تنكر عليه لأنك تقول أن الله في كل مكان وما بداخله مكان، فلا تستطيع أن تنكر على من يقول بالحلول والاتحاد بناء على قاعدتك هذه. ثانيا، كيف يوجد في كل مكان؟ هل يوجد في مواضع القذارة؟ هل يوجد في الحمام والعياذ بالله؟ هل يوجد في مواضع الزبالة؟ هل يوجد في الأماكن النجسة والعياذ بالله؟ كيف يكون هذا تنزيها لله عز وجل؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول الرحمن على العرش استوى. استوى هنا انا مش عارف منين انت فهمتها ان معناها جلس على العرش. لا، استوى في اللغة لها 13 معنى. اولا يا فضيلة الشيخ، الرجل لم يقل ان استوى بمعنى جلس، فقد تقولت عليه ما لم يقل واتهمته بالجهل في شيء لم يقله ولم يتعرض له اساسا، وانما استوى بمعنى على وارتفع. كيف استوى وكيف على وارتفع؟ الله أعلم، فالكيف مجهول. ولما سئل الإمام مالك عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف كيفية الاستواء مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. استوى في معاني طليق بالله عز وجل ومعاني لا طليق بالله عز وجل. الجلوس والقيام والقعود لا يليق بالله عز وجل، إنما القهر والاستيلاء والاستعلاء ده يليق بالله عز وجل. استولى، هل استولى كلمة لائقة بالله عز وجل؟ عندما أقول أن الله جل جلاله استولى على العرش، هذه الكلمة إذا قلتها لأحد الناس لظن أنك تسبه، فكيف تليق هذه الكلمة بالله عز وجل؟